النهاردة الاتحاد المصري لكرة القدم بيتقدم بطلب ترشيح للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عشان يستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا السنة دي 2021. النهاردة الاتحاد المصري لكرة القدم بيتقدم بهذا الترشيح عشان يستضيف بطولة كاس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة المقرر إقامتها السنة اللي بعد اللي جاية 2023، دي اللي بتؤهل لكاس العالم للشباب المقرر إقامتها في إندونيسيا في العام نفسه. من المنتظر طبعا أن مواليد 2003 منتخب مصر 2003 هو اللي يمثلنا في هذه البطولة. من المقرر كمان انه الاتحاد المصري يعني هنا بيستكمل بقى شروط الترشيح، في مقدمتها اكيد الموافقات الحكومية في حالة موافقة كاف على طلب الترشح. طبعا يعني ده كمان خلي بالك ده من التحديات اللي داخل عليها كمان الاتحاد المصري ومصر، واعتقد بطولة كاس العالم لكرة اليد ديت اعتقد بتدي رسالة للعالم كله ان احنا قادرين على تنظيم اي بطولة في اي وقت من خلال القاعدة السياسية، من خلال الحكومة، من خلال كل الجهات اللي بتشتغل طبعا اولا لرفع اسم مصر على مستوى التنظيم وكمان على المستوى الفني. فده وانت نجحت يعني بنسبة كبيرة جدا يعني طبعا في تنظيم طبعا والاداء، بس الصوره بتكلم على الصوره والمنظر النهارده اللي طلع عليه بطوله كاس العالم لكرة اليد فده بيدل طبعا على ان مصر تقدر أيوة. اكيد باذن الله.